إذا مثل ما وعدتكم رح ننتقل نحن وياكم فورا لعند الشيف شادي مع ورشة ملح وحتى نتابع كل التفاصيل بالألوان اليوم يلي عم بتصير قدامنا بهالوصفات. أها وأهلا وسهلا فيكم. اليوم علقوا الأطلاط على إيدي. صباح الخير للجميع وأهلا وسهلا فيكم بحلقة ممتعة جدا ورشة ملح مع الشيف شادي. مثل العادي وصفات بتعقد بتجنن وافكار، وبرجع بعيد كل مره عم نعمل حلقه عم ناخذ افكار عديده من كل حلقه عم نعملها، يعني عم نعمل طبخه بس عم ناخذ 100 فكره. واو قد ايه حلو. اوكي اليوم شو عملنا؟ اليوم اول خمس دقائق ما كانوا موجودين معنا، طلعنا دقيقه هيك كمان ضحكنا فيها شوي وحكينا انه امبارح عملنا مهلبيت كمان قمر الدين ومهلبيت كمان تمر الدين، يا سلام، وعملت حلو كمان بقمر الدين المهلبيه. صدقوني اذا بتعملوها مره بدكم تعملوها كل مره قد ما طيبه، شغله كثير كبيره. اما اليوم جينا عملنا عجينه، هالعجينه رح تطلع قدامنا بعد شوي صغيره، اوكي؟ المكونات تبعولها من الطحين والسكر والبيض وبقلبها كمان في حليب البودره وغيرهم. انا عملت العجينه اليوم، مديناها شفنا قبل كيف، لما مدينا العجينه اول شيء خبزناك يا حلوه يا اموره بتعقدي، جينا مدينا العجينه كلها سوا وجيت انا شو عملت؟ وينكم؟ اوكي لك هلا هون رح شيل هودي، انا حطيتهم هودي زياده، ليكو حطيتهم زياده، هودي كانت العجينه كلها سوا وين؟ كانت ممدوده كلها هون، جيت انا بالسكين ترينك 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 ترينك، جاي من فعل شو هي؟ ترينك ترنجا تريونجل. اوكي شو عمل بعدين؟ شلت العجينه ولزقتها على العجينه الفوقانيه تعطي الشكل، والحشوه كانت من انواع من الجبنه، ممكن تكون البروفولوني، ممكن تكون الموتزاريلا، والوصفه لك وين على الهواء العجينه كمان عم تطلع قدامنا. اللي بدي اقوله انه لما عملنا العجينه، هلا فينا ما نعمل هيدي العجينه يا شيف شادي ونعمل عجينه البيتزا بيمشي الحال، ما بدنا نعمل هيدي العجينه بدنا نعمل عجينه السمبوسك بيمشي الحال، ما بدنا نعمل هيدي العجينه بدنا نعمل عجينه الباتفوتي بيمشي الحال، يعني اي نوع من العجينه بيمشي حالها لهيدي الوصفه. بس نحن عملنا عجينه الجولاش اللي شايفينها كمان قدامكم. الحشوه كانت زيتون، فطر، شقف من الجبنه بقلبها، شوي صغيره من الكاتشب اذا بدكم، او اذا بدكم فيكم تحطوا صلصه البندوره وتطلعوا فيها قد ايه حلوه هيك. سكرتن السمسم على وجهه او حبه البركه من بعد ما دهنا ببياض البيض او بصفار البيض. انا حطيت الشامبينيون هون البندوره هيك شكليا بس مشان انه ما احرق هلا الصينيه ومشان كمان زين فيهم هالخضره المشويه. ويلا على الفرن على حراره 160 درجه مئويه يعني حوالي 340 درجه فارنهايت. اوكي شاعل الفرن من تحت يا شيف شادي وهكذا في الفرن. سكرنا ورجعنا الى الموقع الاساسي والوصفات قدامنا عم نكتبهم اوكي بطريقه كمان كثير حلوه. اوكي هون شو بدنا نعمل يا شيف شادي؟ نظف شوي صغيره قدامك يلا. كمان عم نشوف قدامنا يمكن مرقت الكاميرا هلا وفرجتنا هالحلوين هالمطبقين الحلوين او هالمطبق اللي عملناه امبارح. العجينه كانت عباره عن طحين لانه في سالوني عنها وراح ارجع عيدها. العجينه امبارح كانت كل ثلاث اكواب من الطحين بدن كوبين من المي ورش من الملح. صار عندنا عجينه، هالعجينه بتصير جاهزه وقت ما عاد بتلزق على ايدنا، صارت جاهزه، حلوه كثير. بنجي بنعملها ببولات صغار، فينا نعمل البول مثل البول تبع البيتزا او بول تبع تنقول المنقوشه او اللحم بعجينه اللي بدكم اياه، او بنجي بنعصر العجينه بايدنا بيطلع البول، بناخذ البول وبنجي وين بنعمل؟ بنسبحه بالزيت، زيت، وبتقعد العجينه بقلب الزيت حوالي شي ساعة ساعة ونص ساعتين مشان ترتاح، بعدين بنمدها مضبوط. مثل اللي ما حضر اصلا الحلقة امبارح في فوت كمان على اليوتيوب، كل حلقات اليوم بيكونوا بكره موجودين، حتى حلقة اليوم يلي بده يحضرها على الانترنت كمان في، او على الفيسبوك على صفحة الشيف شادي كمان في فوت. اوكي. التمر حشينا المطبق والجوز حشينا المطبق، ضل منهم شوي صغيرة لليوم، جينا شوينا الجوز وحطيناهم بالقطر وقدمتهم شوي صغيرة هون مع فستق الحلبي. شو عملنا كمان؟ جينا حطينا بوحدة تاني التمر، حشوة التمر بس أنا خلطتها مع القرفة مشان المطبق، أما حشوة الجوز المجروش أو الجوز اللي بيكون المفروم خلطتهم شوي صغيرة مع السكر الناعم ومع القرفة، يعني نحن المطبق اليوم طعمته بتكون قرفة بامتياز. خلصت حكي عن العجينة كمان الجولاش، خلصنا حكي كمان عن هالجولاش مع صلصة الطماطم اللي أنا عاملها هلا هون، هلا بنحكي عنها، بس الحشوة حكينا عنها، الجبنة والزيتون والفطر والبندورة والأوريجانو وملح والفلفل والكاتشب هودي حكينا عنهم. هلا
انتقل شوي صغيري على الصلصه اللي انا عندي اياها هون اللي عملناها بطريقه كمان كثير حلوه، صلصه طماطم بالفلافله حلوه والزيتون. صلصه طماطم بالفلافله حلوه والزيتون، هيدي هي هون لك وينها هيك مبينك مبين عليكم. صلصه الطماطم بالفلفل الحلوه والزيتون كيف عملتها؟ جبت زيت زيتون، بصل مفروم، شويه ثوم مفرومين صاروا جون، صاروا يلو، صاروا لونهم هيك اصفر شوي، حطيت عليهم من البندوره او المعلبه انا بالبيت عملها، او بشتي التوميتو بيلد او التومات بيليه او الطماطم المقشره بحطهم فوقهم، مع بعدين بس يغلوا مع الحبق ومع الاوريجانو ملح وفلفل حطيت بقلبهم شقف من الفلافل الحلوه الخضراء وكمان من الزيتون الاخضر او الاسود المفروم. صار عندي صوص ممكن تصلح للبيتزا، ممكن للرافيولي، ممكن لكمان اي نوع من الرز، بدنا نعمل تقول صلصه القريدس بنزت لهم كمان الجمبري، سومو كمان وكمان التورتيا. يا سلام على التورتيا اليوم. اليوم راح عندي وصفتين من التورتيا بدي اعملهم بسرعه فائقه، شوفوني كيف بدي احضرهم، وحده راح اعمل تورتيا محشيين عادي ومقدمين عادي من دون اي مشكله، وحده لازانيا، تورتيا لازانيا. يلا يا شيف شادي هون على الشمال وين بدي روح؟ لهون اخذنا السكين الزغرور ويلا لهون. انا عندي هون الدجاج، عندي انا من الدجاج 14000 ليره حقهم 650 جرام. والسؤال هو لماذا يا شيف شادي 650 جرام حقهم 14000 وفي اليوم انواع من الدجاج بالسوق حق الكيلو 10000؟ لماذا؟ هذا السؤال رح نجاوب عليه بكثير من الاوقات اللاحقه. يلا بلشت انا، بلشنا طلعوا كمان هالسفين الحلوين اللي بيعقدوا يلي لون الروز يلي اذا شقفناهم كمان بسكينه بهالطريقه طلعوا كيف السكين عم يقطعهم بطريقه حلوه، اوكي بيعقدوا بسرعه. واو واو واو، خليني بس هلا قبل حتى ما نخسر ولا ثانيه من الوقت، انا عندي مقلتين مقلي واثنين، وهيدا هون ولعنا تحت اثنين سوا، وهون كمان انا عندي من زيت الزيتون يلي عم ينزل على اول مقلي طلعوا كيف. انا بحب كثير اطبخ بزيت الزيتون، فيها كمان عالم بيطبخوا بالزبده بالسمنه بزيت كمان دوار الشمس، الصويا الكانولا اعملوا اللي بدكم اياه بس صحيا زيت الزيتون. اوكي مدام ما اقتنعت، مدام صحيا زيت الزيتون. يلا اوكي بلشنا هون بالدجاج، طلعوا شو حلوين، رح اقطعهم كلهم سوا ورح اعمل خلطه يلي بدها تكون نحشي فيها نحن شو نعمل التورتيا، والخلطه الثانيه بدنا نعملها مشان نحشي فيها نحن اللازانيا ونحط اللازانيا بالفرن. ليكوا شو حلوين صاروا عندنا اياهم جاهزين بيعقدوا، الزيت رح يحمى بعد شوي صغيره مشان نحط الدجاج تبعولنا. طيب انا عندي هلا هون من الثوم المفروم او المشرح شرائح، برجع بعيد بس نكون عم نشتغل ببيوتنا وانا ببيتي بحب انا الثوم اعملهم بهالطريقه. طلعوا شرائح هيك حلوين شفتون، اما اذا كنت عم بشتغل بالمطاعم او انا عم حضر لحدا هيك بجي بفرمهم ناعم ناعم تما يبينوا مع انهم هيك كثير حلوين، اوكي بس انه متعودين احنا بالمطاعم انه نفرمهم ناعم، اما ببيتنا فينا نعملهم بهالطريقه من دون اي مشكله. يلا يا شيف شادي هلا قبل التومات وقبل البندوره كمان المفرومه قبل ما نحط كمان الجبنه قبل ما نروح على الافوكا، في موضوع سفاين الدجاج او صدر الدجاج او التشيكن بريست او ما بعرف شو اسمها بالايطالي؟ اوكي شو كان اسمها بالايطالي شباب؟ هلا متذكرة. يلا بيتو دي بولو، اوكي طلعوا كيف؟ لا بيتو دي بولو كانت. ليكوا الدجاج كمان هون وهون رح اعملهم بطريقه كمان كثير حلوه، رح احضر هالحشوتين. هون كمان عندي بلش كمان الدجاج بهالطريقه، رح ناخذ كمان من الملاعق وطلعوا كمان، لازم دائما يكون النار قويه، اوكي مش انه انا بجي بحط هون الدجاج على الزيت البارد، لا لانه بيخسر الدجاج من المي تبعيته، واذا خسر من المي تبعيته يا اصدقائي يا احبائي بصير قاسي، بيفقد من القيمه الغذائيه، ما بحط له ملح انا للدجاج بالاول بحط ملح بالاخر، كمان نفس الشيء اللحمه لانه الملح بيساعد اي نوع من المكونات حتى تفقد المي اللي بقلبها، ومش بس المي لانه لما بتنبع المي لبرا بيكون نبعت القيمه الغذائيه كلها لبرا مع المي. واو حلو كثير اللي رح اعمله، رح اشيل بس الكفوف من ايدي لانه كلهم دجاج، منعقم ايدينا بسرعه ويلا يا شيف شادي لنرجع للوصفتين. يا سلام لكن احنا عندنا دجاج عندنا توم عندنا بندوره، هذا كله قدامنا،
عندنا صلصه البندوره اللي عملناها مع الزيتون وعملناها مع الفلفل حلوه، هذا كله جاهز. نحن عندنا هون طلعوا شو عم بيصير، حط كفوف تانيين وكمان نتابع. طيب قبل بشوي صغيره جبنا سيره البروفولوني، جبنه ايطاليه. طيب جبنا سيره الموتزاريلا، جبنه ايطاليه. جبنا سيره البارميزان او البارميجانو، جبنه ايطاليه. طيب يا شيف شادي، ما فينا نستعمل بهودي الوصفات غير الاجبان الايطاليه؟ نعم، عندكم جبنه بيضاء، عندكم جبنه قبرصيه، عندكم جبنه حلوم، عندكم جبنه اشقوان، عندكم جبنه مجدله، فيكم تستعملون مثل ما استعملت انا انواع الاجبان الايطاليه اليوم من دون اي مشكله. يلا يا شيف طلعوا، ها واو، طلعوا اللون هيدا كله اللي عم يعطيني اياه على شرائح الدجاج. كمان هون هلا بهالطريقه بيجي انا هون توم يا شيف شادي، طلعوا شو حلوين. كمان هون توم يا شيف شادي، ما تحت الهام بعقده. كل التومات صاروا موجودين هون من دون بعد ما حطينا ابدا ابدا من الملح او بهار او اي شيء. بندوره طازه، صلصه البيستو صرنا حكينا عنها كذا مره وعملناها صرنا كذا مره، هي عباره حبق، توم، كابر او الكبار، الاونشوا او الانشوفي اللي هو السمك السردين المكبوس بالزيت، حطينا فيهم كمان من زيت الزيتون ملح وفلفل، لكن الحبق والسنوبر، اوكي؟ هيدا كله بقلب عيد الوصفه. طيب في منا صار كتار بالسوق، تصنيع لبنان متعقد بتطوش، نصيحه اذا بدكم تعملوها بس بالبيت اعملوا شغله، وهي انه بتفرزوا وراء الحبق او الريحان قبل ما نطحنهم. ليش؟ لانه بس نفرمهم هن ومفرزين بيكونوا او بيطلعوا معنا ناعمين جدا جدا، هاي شغله كمان كثير مهمه. يلا يا شيف شادي البيستو، يا سلام الريحه، حطيتها انا كمان مع البندوره فاعمل حشوه التورتيه، لكن نحن عندنا هون تورتيا الايطاليانا اليوم. طلعوا كيف؟ عندنا البيستو مع البندوره، الروائح العجيبه، سكرنا البيستو حطيناه بالبراد ما في عندنا اي مشكله. واو كمان هون بلشنا نحن هون كمان بهال سفين عم نعمل اثنين صوص هون تنعمل التورتيه. هون بدنا نعمل شو؟ التورتيه بس لازانيا، يعني صلصه اللازانيا. لكن شو بدي اعمل؟ فلافله حلوه حمراء وخضراء، اوكي؟ بيجي كمان هون شوي صغيره هيك، يلا يا شيف شادي، وبحط عليهم لبانا فريسكا كريم فريش اللي بدكم اياه. اكيد هلا ناقص اني احط عليهم بعضهم من الفطر، اوكي؟ وناقص حط عليهم من البهارات والاجبين بس. لما هلا بنشوف بعض الاعلانات لمده مثلا 3 دقائق بترجعوا لعندي بتلاقوني جاهز بالحشوات، بس ناقصكم حطوا الفطر والبهارات والاعشاب. ناطركم. تورتيا التورتيا يلي هولي رح نجرب انه كلنا نعبيهم لحتى نقدر نلبي الجوع كله. رح نكفي لحتى نشوف شو نحطه بهالتورتيا. والله منه مزبوط إن مش انتو انا بتقرروا تلبسوا ربيع وبتلبسوا الوان وانا بضلي بالشتي. ليش بالشتاء وقت تكون لابس احمر وازرق و بس انا لا بس انا بس ما في حدا قدك؟ طيب لا بس انتم قولوا لي قبل، بعثوا لي ايميل شادي ايه؟ نحن اليوم لابسين 1 2 3 ازرق اخضر اصفر، نحن اليوم لابسين كذا مشان لانه طلعي انا كيف وانت كيف. لا بس الابيض علامه السلام. نرجع لمكان معنا، صار معنا، برحب فيكم من جديد بالفقره الاخيره اليوم من ورشه ملح وكل شيء روائح. واو اول شيء الفرن كيف؟ بجنن عم يحترق عن جد، لونه اسود ازاز بعقد. كيف الوضع؟ بعد هيك نذكر شوي صغيري انه عندنا نحن واو واو هالجلاش بالجبنه وهيك بعقد بجنن اللي عملنا، مثل هيدي هي زيت عم نعملها جوا بتعقد. هون عندي كمان الدجاج يا شيف شادي، هون اول شيء خلونا هون نكفي، عم نعمل حشوتين رح تحرقهم. طلع شو حلوين بجنن. بس يكونوا هيك بيكونوا بعقدوا بجننوا. ليك شو بدنا نعمل؟ دو على شو؟ على البندوره المخلوطه بشو؟ بالبيستو.
يعني هيدي كمان شغله اوكي ما تقوليها لحدا؟ لا يعني هيدي بيني وبينك سر ما حدا بده يعرف فيها اطلاقا. رح ناخذ احنا هون بس هالملعقه هيك كبيره، ليكي كيف بدنا نحرك. انت معي ولا مش معي؟ قولي وين بدي اروح؟ ما انا هون معك. قولي ليكي ليكي ليكي. وهون كمان عندنا الملح اوكي، قصدي الفلفل هون، وهون عندي الفلفل الابيض يعني قصدي والملح لهون، وهون عندي كمان هيك الفلفل كمان الاسود، يا سلام. عندي نقطة هون كمان زيت الزيتون، وهون الحشوة التورتيا صارت جاهزة، ناقصة قولي لي أنت شو ناقصة؟ أنا بالنسبة لإلي عظيمة هيك. يلا قولي لي أنت شو ناقصة وأنا معك. يلا قولي شو ناقصة وأنا معك. ناقصة؟ قول. سبع عيون آلا. شو قلت؟ جبنة. طيب. البروفولوني عندنا والموتزاريلا عندنا والبارميزان عندنا، ليكي هون شو حطينا لحشوة شو اللازانيا؟ اللازانيا تبع مين؟ تبعيتك أنت. لازانيا تبع التورتيا، ليكي هون شو كمان شو عملت أنا؟ حطيت الكريم فريش مع الدجاج مع التوم، حطينا له أوريجانو أكيد وشوي كمان البابريكا وملح وفلفل، حطينا فلفل أخمر وأخضر. هلا انا ما بحب الاخضر ما بقى تعيدها. اوكي طيب أوكي. لكن احمر واخضر غلبطنا بالاحرف. اوكي احمر واحضر. اوكي لكن هون شو حلوين، هيدي بيعملوا عليها مسابقه ومش كلهم بيقدروا يقولوها. شفتي شفت براعه هيدي. لكن هون شو حلوه كمان هالصوص من في تحتها خلاص. اوكي تنعيني بنحط عليها شويه بارميجانو ريجانو. وهم هون اوكي سكرنا ما تعتليهم ابدا. رح نجيب مقلي هلا وبدي منك شغله. انا وعم بعمل نعم التورتيا نعم، ماذا تفعلين انت؟ بتفرج انا. برافو. شو بدك يعني؟ طيب شغله من اثنين، يا بتفرج يا باكل. يا بتفرج. بتفرج. ليك شو عملت؟ عم حطيت هون النار على حراره واطيه 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 واطيه. شفتي كيف؟ اوكي. هون عندك التورتيا اللي شارينه اللي هي عجينه او عجينه مسخنه، ليك كيف؟ فهمتي كيف؟ هلا فينا نحط ثلاثه اربعه، شوفي كيف؟ اوكي سعرهم مش غالي بس فينا نعملهم بالبيت. العجينه كثير هينه، طحين ومي وشويه زيت وشويه ملح عادي. من قرصهم عاملينهم كذا بس مره، بس بدها وقت. بدها كذا مره. ايه بس واحد بده يكون انه هادي ببيته. ايه هودي عندنا ال 12 وحده حقهم 4000 ليره لبناني، يعني مانهم غاليين كثير. فينا نشتريهم اذا بدنا. في منهم الطحين الاسمر، الطحين الابيض وطحين الذره. اوكي وانت نقي. يا سلام شو عم بيصير عندي هون؟ تذكري بعدين هونيك بعملهم. ما قلت لك دقيقتين. لك انت عندك شغلتين بدك تعمليهم. بدي اسخن تورتيا وتورتيا. اوكي ليكو انا عندي هون شو عندي انا هلا؟ عندي هذه الصينيه الحلوه كثير بتعقل بتجنن، عندي كمان هيدي هون بدنا نحطها هيك، وعندي كمان هيدي هون هيك بدنا نحطها هيك، صار عندنا الحشو تبع اللازانيا اللي شايف شادي بالطريقه كمان الحلوه، لأن هلا بدي اعمله انا هون، رح ناخذ هيدي الملعقه معليه ونجي نحط اول شيء شوي صغيره هيك بالكعب، طلع شايفها كيف؟ كتف صغيره من هالصوص، شو رايك بالموضوع؟ ليش؟ بناخذ تورتيه حتى هي ما تلزق. كيف الوضع؟ معي ولا مش معي؟ معك بس بعد ما سخنوا. اوكي واذا كان ما انا هون رح يسخنوا هون، ليكي هون شو عملنا بالتورتيا. هلا فينا نقص هيدي التورتيا هيك احنا بطريقه كمان كثير حلوه. هوبلا شفتي كيف؟ طلع هون شو عملنا؟ صار عندنا هون القاعده منيحه هيك، وطلعي هلا كمان هون شو صار عندي بموضوع الصوصات كلها وبموضوع كمان اللازانيا. ورح نعمل هون شو هلا؟ طلعي كمان هون الصوص. واو هون هلا اللي رح نعمله هو منبرش من الموتزاريلا. وين المبرشه كانت هون؟ لك وين عندك هونيك المبرشة؟ تفضل. اوكي وهلا وصفة التورتية عم يشوفوها كمان على الشاشة. وين هون؟ ليك الفرن، ليك هون شو عم بيصير معي ولا مش معي؟ كترنا كيف شوي الموضوع؟ كتير كتير كتر يا جوزيف. كلكم بتحبوا الجبنة؟ يلا اوكي ليك هون البارميزان كمان، وهلا هيدي هون بنحطها هيك والتورتية من عندك. هلا فيك تجيبي غيرهم؟ طلعوا شو عم نعمل؟ طلعوا شو عم نعمل؟ كمان هون عندنا الطابق الثاني، الطابق الثاني مع مين؟ مع كمان شوي صغيره من الصوص ما تعتبرهم ابدا. بنروح كمان لهون كمان عندنا. لا وين عندنا البروفولوني؟ عندنا البروفولوني هون. يا سلام يا شيف شادي هيك. والفرن احترقوا. لا لا بلا لا 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 والله بلا. طيب ليش انت شميت ريحتهم احترقوا؟ يس ما احترقوا. يا سلام على الجمال، يا سلام على الجمال. بس تكون بهالطريقه ما فيك تقولي ايه. فينا نقص هلا كل واحد ترك 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 ونشيله، او فينا نشيلها كلها سوا ونحطها هيك. وعندنا كمان الصوص، بدي منك تعبي لي شوي صغيره من هيدي الصوص. هيدي خلينا نقصها لانه هذيك ما قصيناها. كمان ورقه من التورتيه كمان هون حطينا بهالطريقه. شايفين شو عم بيصير؟ تعقد بتجنن. الصوص كلها سوا نحن هون. وهلا كمان رح ناخذ من عند مين؟ نحن هلا شايفين قدامنا انه عم نشتغل نحن بحشوه التورتيا مع اللازانيا. عم نشتغل باي صوص يا غادة؟ التورتيا مع اللازانيا. ايه عم نشتغل باي صوص؟ حرقت ايدي. ايييي طيب ما بدك تحطها هون؟ يلا تفضلي. اوكي تفضلي.
ميرسي. اوكي يلا لكن هون شو عم نشتغل؟ كنا بالصوص شو؟ البيضه مع لكن هون نحن فينا نعمل كمان نحط شوي صغيره من الصوص الحمراء اللي فيها زيتون وفيها كمان من فلفل كمان الاخضر. طلع شو عم نعمل؟ واو صار كله عندنا جاهز. بالاخر عندنا كمان هون جبنه البروفولوني. وانت حضرتك هلا بمساعدتك بدنا نحطها بال يا سلام. وبنروح لوين؟ على الفرن. حاضر. وصفه بتعقد كثير حلوه. يا سلام. قد ايه بدك تحطها بالفرن وقت؟ شي حوالي شي ساعه ونص ساعتين. اوكي يعني بس هيك تسخين على السريع بس تدوب الجبنه لانه التورتيه جاهزه وكمان الحشو يسخني. هلا فينا نحن نعمل منهم هودي صغار واجمل بيطلعوا هيك صغار كل واحد ونحطهم كورسو. بالفريزر مثل اللازانيا وتشيليهم. ساعتها بده يكون الفرن شاعل من تحت. بدك حوالي ربع ساعه تتحل هيدي الحشوه. بعدين شو نعمل؟ نشعلها من فوق. هلا ما بدها شيء اربع خمس دقائق بتكون هي جاهزة. ايه بيطلعوا كل واحد بورسيون تبعيته مهضومين. في واحد يعملهم هيك بس انا اعطينا الفكره يعني أكيد. بتعرفي بطريقه سريعه. اوكي هلا هون الجمال. هلا هون شو؟ خلص ده. هلا شو بدنا نعمله؟ انت بتسخني لي غيرهم؟ يا علينا اليوم. يلا هون وين الجبنه؟ كل شيء بده يكون حاضر قدام الشيف شادي. هو بده يكونوا حاضرين هون. هيدي كمان هيك بتكون حاضره قدامنا هون. ملعقه كبيره. هيدي ملعقه كبيره. كل شيء حاضر قدامنا الا الملعقه الكبيره. وبنبلش. لكن شو بدنا نعمل؟ اول شيء انت عندك هلا بدنا منك شغله. انت بتسخني هيك. طلعي كيف؟ بدي اسخن. بتسخني بهالطريقه. هلا بقول لك انا ليش؟ اتركي لي هذا المجال هون. رأيك؟ بدك نص المقلي اللي عم سخن فيها كمان يعني انه خلص. طلعي شو عم بعمل. طلعي شو عم بعمل يا غاده. بس شوفي شو عم بعمل. رح تنسي التعصيب تبعولك. طلعي هون. طلعي هون يا غاده. يا غاده خليكي معي يا غاده. كمان قاسين الافوكادو. طلعي معي هون يا غاده. طلعي طلعي طلعي. هيدا هيك نحن بنجي فينا نعملهم بهالطريقه. هيدا اول تشويس. ثاني تشويس افوكا. عشر حبه الافوكا. خليكي معي. شايفة ولا مش شايفة؟ شايفة. شايفة شو عم بيصير؟ برمي هون، حط ايدك هون. أنا بيك أنا الهون أنا الهونيك. أوكي. برميها كمان. ما بنبعد إيدنا هالقد بنروح لتصور المناعم بعيني مثلا. أكيد. بنبعدها حوالي المليليتر قش. مليمتر واحد. بقى من برما. خلصت القصة هيك. يا سلام. هلا بدنا نعمل التجويفة تبعيتها بس نعرفها نحن عن غايب تنشيل نحن هالأفوكا منها. بنعمل هيك. طلعي كيف؟ شفتي كيف؟ هيدي كمان شغله كمان كثير هيني بنبرم بهالطريقه هيك. طلعي كمان هيك كمان عندنا كلا سوا. طلعت اوكي. شو بنعمل فيها هلا نحن؟ بنجي 1 2 3 4 5 هلا فيهم كونوا 6. اوكي المهم نحن اعطينا فكره استعمال الافوكا مع التورتيا. وبجي انا على الافوكا. طلعوا كيف؟ بنحط الافوكا بقلب هالحشوه وبرجع يا شيف شادي ليكل افوكا. ليكو الافوكا بقلب الحشوه البيستو بقلب الدجاج. اوكي وفينا من دون افوكا. اطيب يا افوكا غالي عم بيعوك 9500 ليره الكيلو. اطيب. طيب يا انا اليوم هلا اولادي رح يموتوا من الجوع لمده اسبوع شوي. طلعوا كمان شو حلوه. خلينا نكفي كمان. اعطينا الافكار كلها سوا. طلعوا هلا كيف. يا سلام. رجعي قولي لي مع الجبنه كيف الوضع؟ بجنن هون. واللي بده كمان ساور كريم في حط فيهم ساور كريم. طلعوا شو عم بيصير. يا سلام. ويلا يا شيف انا بلاقي الساور كريم يعني اوكي يعني او في واحد يستعمل اللبنه محل الساور كريم اللي بدكم اياه. المهم نحن اخذنا هلا الفكره. رح نعمل بعد اثنين مش اكثر من اثنين. طلعي هلا كمان هون بالجبنه. يا سلام. تفضل. طلعي هون شو حلوين. كمان هون صاروا سخنين بيعقدوا. هلا انا رح اعمل اثنين هون بس تخلص الحلقه رح نتجمع كلنا سوا لانه هيدي الوصفه كثير نحن بنحبها ورح كمان نكفي الباقي. عظيم. بدي اطلب منك بس هلا الفرن كيف وضعه؟ ما صار يعني خمس دقائق. صاروا خمس دقائق. بدها شوي بعد. شوي بعد. طلع هون شو صار. بعد نعمل وحده حلوه. بدها دقيقتين. كمان ليكو الحشوه هون شو حلوه. وفيك تشيلها. وفيني اقول شغله هيدي الحشوه اللي انا عملتها هون مع الافوكا فيها تكون كمان حشوه للازانيا. يعني محل انا اللي عملتها هونيك مع الكريم فريش فيكي تعملي حشوه هيك مع الاجبان تطلع بتعقد. كيف الوضع؟ عظيم. كم واحد نحن هلا هون بس يعدي هيك؟ ماشي الحال. هلا بياخذوا فوج وبعدين فوج الثاني. هودي لك عم نتركهم هون. اعطينا الافكار. الشيف شادي هلا بس يغسل ايديه. بنعقم ايدينا من الكف لانه دائما ليش انا بعقم ايدي من ورا الكف؟ لانه على الكف بيكون في بودره بقلبه من جوا فلازم نعقم ايدينا ما نقدر الاكل دغري. اوكي. ويلكم فكرة صرنا عاملين. حبيت الموضوع طيب. يعني نحن هلا هون نرجع بنرد هيدي الافوكا نرجع هودي لهون. شو بدنا نقص؟
بدك نقصها؟ يلا قدني 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 تنقصها. لانه هديك ما قصيتها، خلينا نقص هي. شنو نعمل هيك لكي كيف؟ يلا نجي نحن لهون. يلا يا شيف شادي فينا نجي. يا سلام طلع ها. وهيدي قصيناها هيك. أوكي. وهون شو بنعمل؟ بدك صحن؟ لا بدي امسك هيك، اكيد بدي صحن. اكيد بس نطلع الجمال. ما هي خذي خذي الصحن، خذي خذي معي الصحن هيك. سابت. شو اوكي تنوي مغناطيسي. يلا اوكي طلع هون شو عم بيصير. واو طلع طلعوا الجمال تبع الشقه. في فينا نقصهم وفينا ما نقصهم، فينا نشيلها هون شلناها من دون ما نقصها. بس اذا كمان عندنا اصدقائنا بالبيت فيهم كمان ياكلوا بهالطريقه هيك. طلعوا كمان شو حلوه كمان هالصوص، ممكن تكون كمان بالنص. وراح اعطيكي بعد شقفي ان بالعربي لانه دو اموا هذا بالعربي. اوكي طلع هون شو حلوه، طلع بالشكل كيف تطلع حلوه. اوكي بهالطريقه كمان الحلوه هيك. عزيز. وبدنا منك هلا شغله صغيره، شغله صغيره. هيدي رشه مين؟ تفتح الفرن. حريقه حريقه افتح الفرن حريقه. اي حريقه على القد. يا طلعوا كمان الجميل، شوفوا لي بس الوضع، شوفوا لي وضع اللازانيا كيف. هون بس تبردي المهلبيه، شوفوا وضع المهلبيه كيف. اوكي طلعي كمان هون اللازانيا كلها سخنه، عملناها بسرعه. بس هيدي الفكره ما كانت موجوده معنا اليوم، طلعت هلا الفكره. هي فكرتنا نعمل اليوم هالعجينه. ايه كنت قبل. هلا هون بعد عندي بس هون بدك تحط عليهم. والله ما جاي على بالي اقدمهم. لا حط عليهم شو ما نحط عليهم صوص، ولا شيء نحطهم بنحطهم بتمنا بس ما جاي ابدا يعني. هلا الموضوع كمان رح بلش فيه هيك. طلع شو رح اعمل، رح اخذ هون، رح كمان نزين نحن هالطبق تبعولنا بهالطريقه. طلعوا كمان كل الزوايا، كل الزوايا بنحطهم بهالطريقه هيك. ليكوا شو حلوين. بنجي رح احطهم هون قدامكم بهالطريقه. رح جيب الجبنه، نبرش هالجبنة عليهم. معي يا غدا ولا لا؟ أنا هون ما رحت محل. معي يا مشاهدين ولا لا؟ ما رحت محل. أوكي هذه الوصفة الحلوة، كان عندي من هول اثنين هيك. تفضل. ثانك يو مشان شغلي داخل. رح نلاقي كمان هون، رح بلش. واو هيك وصفات كمان طلعوا. ها يا سلام. يا سلام أنا بس أعمل هيك شغلات وتحمروا هيك شغلات تطلعوا. هلا عندي خالد جوا، عندي المنتج، عندي كمان وهلا عم يقتلوا حالهم من هالشايب جوا. عملوا معروف اللي بيقدم لهون أصلا ما راح يلحقوا يجوا، لأن بعاد كذا كذا متر مثل ما بيقولوا. طلعوا الجمال كيف، طلعوا الجمال كيف. بعد عندنا شيء ما قدمناه؟ لا وصفة بتعقد بتجنن. أي بعد عندي شغلة ما قدمتها يمكن. لكن شو بدي أعمل؟ دو شو وضع الان؟ طلعي هون، طلعي الافوكايت، طلعي الجميل. شو رايك؟ بجنن. هي لالي؟ يعني نحن اليوم هيدا لالي انت. بدي اقول بس شغله، نحن اليوم بعجينه التورتيه فينا نعمل شو ما بدنا، فينا نستبدلها باي نوع من الخبز، فينا نستبدلها باي نوع من العجائن مثل الكانيلوني او مثل اللازانيا، وفينا كمان نوصل انه نعمل فيها ونحشيها بقلبها ونسكرها، فينا كمان نشويها. هلا بعد لليوم التورتية المشوية ما قدرنا نسلقها، بس التورتية النية يعني عجينة التورتية فينا نسلقها. عرفت كيف شو قصدي؟ إذا أنا عندي مشوية هيك وني ما فيني سكرها وأسلقها، بس إذا كانت نية فيني سكرها وأسلقها. نسلقها هيدا يعني موضوع بتمنى تخلصي علم الصباح بسرعة فائقة لأنه خلص. لأنه دب الجوع خلص خلص خلص. يلا بشكركم كثير، نحطكم بكرة أكيد باي. لكن بكرة الساعة 10 ترقبونا بعالم صباح جديد.